زوجات المواليد وشاهد يعني بصيرة وشهدت بها. أولا ربما بعد ذلك يبين هذه الأركان واحدا بعد واحد. أولا يبين حالة الصيغة يعني الركن الخامس، وشهدت بها أي صيغة إيجاب من الولي ثم وقبول من الولي ونائبه أو وكيله، وهو زوجتك أو أنكحتك موليتي فلانك. فإذا اعتبر هنا هذا معدة زواج التزويج إنكار، هذا الذي يقول فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين. هذه هذين اللفظين يعني باعتبار المعدة، لأجل ذلك يجوز الترجمة كما سيأتي. فإذا هناك أني أهللتك أو عقدت يعني النكاح عقدتها، هذا لا يجوز، وعقدت النكاح لا يجوز، بل يجب أن هذا زوجت أنكرت، هكذا باعتبار المعدة. لخبر مسلم اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم عهودهن بكلمة الله. لأجل هذا الحديث يجب أحد هذين اللفظين باعتبار المادة. ما هو الحديث؟ اتقوا الله بالنساء يعني تخافوا يعني فوات حقوق النساء، يجب عليكم التقوى في أداء حقوق النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة الله يعني أنتم جعلتم وحبستم عندكم بأمانة الله، هن أمانة الله عندكم. فإذا هن كالأمانات الشرعية، جعلكم الله أمناء، هذا معنى قوله جعلكم الله أمناء عليهن، هذا معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، قوامون يعني قائمين بطريق المبالغة في أمورهن ومصالحهن، هذا معنى قوله قوام، قوام صيغة مبالغة في القائم. فإذا أنتم يعني تقيمون قائمون بأمورهن ومصالحهن بمبالغة، يعني أنتم مأمورون بشدة التحري في أداء حقوقهن. ثم واستحللتم خروجهن بكلمة الله، من هنا استنبط هذا الحكم، يعني لا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين. كيف هذا؟ كلمة الله وهي ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرها. كلمة الله، كلمة الله هنا معنى كلمة الله ما ورد في كتاب الله تعالى. فإذا ولم يرد فيه غيرهما، لم يرد في القرآن غير هذين اللفظين، لذلك لا يجوز بغيره، هكذا استنبط. وهنا المراد بكلمة الله ما ورد في كتابه. كلمة الله يقال للأرواح المقدسة، الله تعالى سمى عيسى عليه السلام بكلمته في القرآن، عيسى عليه السلام روح الله فكلمته، كلمته ألقاها. فإذا باعتبار أن روح عيسى عليه السلام روح مقدسة، وهكذا في حديث أعيذكما بكلمات الله التامة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعاذ الحسن والحسين رضي الله عنه، كما كان إبراهيم عليه السلام أعاذ بكلمات الله ولديه إسماعيل وإسحاق كما ثبت في صحيح البخاري. فإذا كلمات أو كلمة الله يطلق على الأرواح المقدسة، وهنا ليس ذاك مراده بل هنا معنى ما ورد في كتابه. فإذا لماذا لا يصح نعم بغيره؟ ثم ولا يصح بأزوجك وأنجحك على الأوجه، لماذا؟ هما يعني مضارعين، المضارع لا يستعمل يعني في الإنشاء، في إنشاء الله، بل الذي يستعمل في الشريعة أو ما قبل الشريعة في الجاهلية أيضا يستعمل لإنشاء العقود السياسية الماضية، ولا بكناية كأهللتك أو أهللتك ابنتي أو عقدتكها لك، عقدت ابنتي لك، أهللتك ابنتي، هذا كناية لا يجوز بهذا. لماذا لا يصح بالكناية؟ وهذا النكاح مما شهدت فيه الشهادة والشاهد لا يطلع على نيتهما، في صيغة الكناية يجب النية، فإذا الشاهدان لا يطلع على النية، لذلك يتعذر أمر الشهادة والشهادة لو يعني صح النكاح بالكناية، لذلك لا يصح. ثم وقبول متصل به، يعني شهدت بها إيجابا وقبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج، قبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج، من الزوج أو نائبه، وهو كتزوجتكها
هذا الرجل قال زوجتك، فإذا زوجه الولي أو نائبه قال هكذا، فإذا هذا الزوج ونائبه قال تزوجتكها أو قال نكحتكها، فلا بد من دال عليها. وهنا وهناك يعني في صيغة الإيجاب والقبول يجب كلمة تدل على الزوجة. هناك ذكر يعني زوجتك أو أنكحتك موليتي أو بنتي أو أختي هكذا فلان. وهنا ذكر تزوجتها بالضمير، أو يقول تزوجت ابنتك أو موليتك هكذا، نكحت موليتك. يجب هناك لفظ دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة، لو كانت حاضرة هو يشير إليها يقول تزوجت هذا أو نكحت هذا هكذا. ثم أو قبلت أو رضيت على اللصح خلافا للسلوكي لا فعلت نكاحها، يعني قبلت نكاحها ورضيت نكاحها. في رضيت نكاحها خلاف للإمام السبكي، هو قال لا يكفي هذا، بل يجب قبلت نكاحها أو يقوم ما يقوم وقام، هذا رضيت نكاحها في خلاف. لو قال فعلت نكاحها هل يصح؟ لا يصح، لا يصح به القبول. ثم أو تزويجها، يعني قبلت تزويجها ورضيت تزويجها، أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد، يعني بالألف واللام يكفي هذا. نعم، قبلت النكاح معناه نكاحها، الألف واللام معلول أن مقابل إليه، لا قبلت ولا قبلتها مطلقا، يعني ولا قبلته، وهذه ليست بصحيحة جائزة، يعني فعلت نكاحها لا يكفي، كذلك مجرد قبلت فقط، أو يعني قبلتها لا يكفي هذا، يعني هذا قبلتها. هناك ذكر المفعولة، مفعولة معنى أي المنقوحة، يعني فيما بعد سيأتي لا قبلته، ضمير التذكير المذكر يرجع إلى النكاح، قبلته أي النكاح، قبلتها هذا ضمير التأنيث يرجع إلى المخطوبة المنقوحة. نعم، كلاهما لا يصح. يعني ثم هنا ذكر يعني مطلقا لا قبلت لا ولا قبلتها مطلقا، ثم بعده قال ولا قبلته أي النكاح، لم يذكر هناك شيئا. يعني هنا ما معنى مطلقا؟ هناك فرق بين قبلت قبلته، كذلك قبلت قبلتها قبلته. إذا قبلته لو كان في مسألة المتوسطة فصحيح. ما هو مسألة المتوسطة؟ بينها في الحاشية، يعني رجل يسأل للولي، ماذا يسأل للولي؟ هل زوجت ابنتك أو موليتك لفلان؟ فإذا هو يقول نعم أنا زوجت. ثم هذا الرجل نفس الرجل هو يسأل لهذا الزوج هل تزوجت؟ فإذا هو يقول نعم، أو هو يسأل هل قبلت؟ فإذا هو يقول قبلته. هذا قبلته بالتذكير هو صحيح في هذه المسألة، على مسألة يقال لها مسألة المتوسطة أو مسألة التوسط. وهناك يصح قبلته، أما قبلت فقط بدون ضمير المفعول أو قبلتها بتأنيث ضمير المفعول، كلاهما لا يصح يعني مطلقا معناه في مسألة التوسط وفي غيرها لا يصح، هذا معنى قوله مطلقا. واللولى بالقبول قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي، بكل هذا يصح، لكن على صحيح اللولى هذا معناه. ثم وصح النكاح بالترجمة، كنا ببيان شروط الصيغة، الصيغة واحد من أركان النكاح الخمسة، ذكرنا من شروط الصيغة يجب إيجاب وقبول المتصل به، ذكرنا أمثلتها. ثم صح النكاح بالترجمة، أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة، يعني لا يشترط العربية، لماذا؟ هذا عقد، في العقود لا يشترط العربية، أما العبادات هي مختصة بالعربية، الصلاة لغتها عربية فقط، الخطبة عربية فقط، الأذان عربية فقط، كذلك العبادات كلها عربية. أما هذا عقود معاملات، نعم هذا عقد لا يشترط فيه العربية، بل يصح بترجمته، إما يترجم يعني اللفظين جميعا الولي والزوج كلاهما يترجمان، أو يعني أحدهما، فإذا
مصنف قال عن ترجمة أحد اللفظين، كذلك ترجمة اللفظين جميعا، ليس قوله أحد عن الاحتراز للاحتراز عن اللفظين، عن ترجمة اللفظين، بل هو ترجم أحد اللفظين أو اللفظين جميعا يصفنه بأجل وقت، الواحدية الروسية الشمسانية لأجل وقت. نعم، ولو ممن يحسن العربية، وهذا صحة النكاح بالترجمة ليس حكم الضرورة، لذلك يصح ممن يحسن العربية، بخلاف يعني ترجمة الفاتحة أو ترجمة تكبيرة الإحرام، لو لم يحسن العربية هو يأتي بترجمة الفاتحة أو ترجمة تكبيرة الإحرام، هكذا يعني سبق المسألة، هل يأتي بالترجمة ولا يأتي بالترجمة؟ وذاك عند من لم يحسن العربية، كذلك في الخطبة أيضا سبق، هل يأتي يخطب بالترجمة أو لا يخطب؟ نعم، وذاك لأجل الضرورة، وهذا ليس للضرورة بل هذا حكم الاختيار، لذلك قال ولو ممن يحسن العربية، لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا للغتهم. نعم، فيما سبق عندما ذكرنا صيغة العربية ذكرنا لا يصح النكاح بالكناية، وذاك معتبر هنا، لا يصح النكاح بالكناية، فإذا بأي لغة يترجم يعتبر هناك الصيغة الصريحة المعتبرة في تلك اللغة، هذا الذي قال لكن يشترط أن يأتي بما يعني بترجمة يعد هذه الترجمة أهل تلك اللغة صريحة في لغتهم، هذا مسألة الصريح والكناية توجد في كل لغة، ليست هذه خاصة بالعربية، بل يكون هذا في كل لغة، الوضع يعني الصريح والكناية. نعم، وكذلك الحقيقة والمجاز وسائل البلاغة توجد في كل لغة، فإذا هنا أيضا يعتبر هذا الصريح، فإذا لو أتى بترجمة الكناية لا يصح النكاح، هذا ليس لأجل الترجمة بل لأجل الكناية، هو أتى بالكناية، لو أتى بالكناية العربية لا يصح، كذلك من أي لغة لا يصح، أما لو أتى بالعربية فيصح. نعم، أقول تلك اللغة صريحة باللغة، هذا فهم كل كلام نفسه وكلام الآخرين، لكن هنا شرط آخر، ينبغي أن يفهم كل واحد يعني كل من العاقدين كلام نفسه وكلام الآخرين والشاهدان، وهذه الأربعة العاقدان والشاهدان ينبغي أن يفهم معنى هذه الترجمة، هذا الترجمة هذا الفهم يكفي الإخبار فيه، لا حاجة إلى فهمها علما ومعرفة، بل أخبر رجل ثقة عارف باللغة ثقة أن ما قيل معناه كذا يكفيها، فإذا ينبغي أن تكون الترجمة مفهومة لهؤلاء الأربعة فشاهدا، وقال العلامة تقي السلوكي رحمه الله، تقي الدين السلوكي الولي رحمه الله ذكر في شرح المنهاج، لو تواطأ أهل قطر على لفظ بإرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به، يعني أهل قطر يعني قوم اتفقوا على ما على جعل ترجمة من لغتهم يعني كلمة من لغتهم صنعها لما لعقد النكاح، يعني وضع هذه الكلمة أو هذا الكلام لعقد النكاح، وهذا الكلام ليس صريحا في لغتهم في هذا المعنى، بل إما كناية أو يعني هذا وضع جديد غير كناية، لا يصح به النكاح الذي قال، فإذا لا يعتبر أغرف قوم في هذه المسألة، لو توافق اتفق أهل قطر على لفظ في أي شيء بإرادة النكاح من غير صريح، هذا اللفظ ليس من صريح ترجمته، ترجمة النكاح لم ينقل النكاح به إلا، والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كاللفظ، فلا ينقل بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي رحمه الله، فإذا يعني سبق ذكرنا
للنكاح أكثر من ماله، هذا الضم والاجتماع، وكذلك هذا عقد النكاح، وكذلك الجماع. فإذا ماذا أريد بهذه الترجمة؟ ترجمة أي معنى؟ يعني ترجمة المعناه اللغوي، هذا الذي أريد، لم يرد به ترجمة معناه الشرعي حقيقة ولا مجازا، بل معناه اللغوي. والله هو سبقا ذكرنا الضم والاجتماع، فإذا ينبغي بالترجمة اعتبار هذا المعنى، يترجم هذا المعنى إلى لغة الترجمة. فلا ينقض، يعني لا ينقض النكاح بألفاظ اشتهرت في بعض الأخطاء. لما اشتهر للإنكاح لإجراء النكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي رحمه الله. فإذا يصح بالترجمة لكن بهذه الشروط. هذا الذي ذكر. ثم ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لأعجمي لا يعرف معناه الأصلي، بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كما أفتى به شيخنا والشيخ عطية رحمه الله. يعني فيما سبق ذكر قيدا للترجمة، وهو إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان. فإذا هكذا فيما سبق ذكر المصنف، يعني الفهم شرط في الترجمة. فإذا هناك شبهة، هل الفهم شرط في العربية أيضا؟ نعم، لكن هذا فهم، يعني فهم إجمالي يكفي كما ذكرنا في مسألة الخطبة. العربية شرط، فإذا الناس ماذا يفهمون منه؟ أنهم يفهمون من العربية أو من الخطبة باللغة العربية، يفهمون أنه مجرد عالم، وهذا يكفي. كذلك هنا أنهم يفهم هذا العجمي ويفهم أن هذه صيغة موضوعة للإنكاح، هذا القدر يكفي، هذا فهم إجمالي. هذا القدر يكفي فيما سبق أيضا. لماذا؟ إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر وشاهدان. هناك قرأت عبارة بجير من أقلنا الحلبي ولو بإخبار ثقة عارف. فإذا هذا العارف يخبره أن هذه الصيغة موضوعة لسريعه، يعني صيغة النكاح بالعربية. فإذا هكذا هو فهم، يعني هو يفهم فهما إجماليا لا فهما تفصيليا من عند نفسه علما ومعرفة. هذا القدر يكفي هناك بالترجمة. نعم. ثم لا يعرف معناه الأصلية، بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية رحمه الله. نعم، هذا الذي يجري في جميع البلاد الأعجمية، أكثر عامة المسلمين. ثم وقال في شرح الإرشاد والمنهاج أنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم وإبدال الجيم زايا أو عكسه. وقال في شرح الإرشاد والمنهاج كلاهما عن الشيخ ابن حجر رحمه الله، وقال أنه لا يضر لحن العامي، يعني ممكن هذا عامي عندما ينطق بصيغة النكاح زوجت أو تزوجت هكذا أو أنكحت، ممكن هو يفتح تاء المتكلم يقول زوجت بدل زوجت، وكذلك وإبدال الجيم زاين زاين، يعني وعكسه. فإذا يكون هو يقول بدل زوجت جوزت جوزت هكذا بالجيم، وعكسه عكس يعني إبدال الزاي جيما. فإذا هكذا يقول جوزت، وهذا لا بأس، هذا اللحن بالنسبة إلى العامية الذي لا يحسن العربية معقول منه. وينقد بإشارة أخرس مفهمة. فإذا لو كان الرجل يعني أخرس فبأي شيء هو يعقد النكاح؟ هذا يعني إما يكون هذا وليا أو زوجة، يعني أخرس لا ينطق، ماذا يفعل؟ ينقد بإشارة أخرس مفهمة. فإذا كيف يكون هذا؟ يعني يكون عنده إشارات مفهمة لمن يفهمه، يعني لكل أحد، يعني ينبغي أن لا تكون هذه الإشارة لغة خاصة بهذا الأخرس فقط،
ممكن يكون بين الأحارس يعني لغة سرية، ليس كذا إشارات سرية، ليس كذا، ليس هذا، بل يعني إشارة يفهمها كل الناس. وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية، فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلمها. فإذا هذا يعني بيان الخلاف في هذه المسألة، هل يصح النكاح بالترجمة أو لا يصح النكاح بالترجمة؟ ذكر في المتن أولا أنه يصح النكاح بالترجمة، ذاك هو الراجل، وهنا ذكر هذا لا يصح النكاح إلا بالصيغة العربية، يعني لا يصح النكاح بالترجمة. فعليه يعني بناء على هذا القيل، ماذا يفعل الأعجمي الذي لا يحسن العربية وهو يعني يصبر إلى أن يتعلم؟ يعني هو يتعلم أولا، هذا أمر بسيط، هو يتعلم هذه صيغة، صيغة التزويج أو صيغة التزوج، هذا كلمة أو كلمتين هكذا يكفي. بالنسبة إلى زوجي يكفي أن يتعلم قوله قبلت نكاحها، وهكذا. أو يوكل، إما يتعلم، فإذا هو لا يريد أن يتعلم أو لا يستطيع أن يصبر، ماذا يفعل؟ هو يوكل رجلا يفهم العربية، يجيد العربية، هكذا يحسن العربية، هكذا طريقة، طريقة عنده بناء على هذا القيد. وحكي هذا أن أحمد، وحكي هذا القول، هذا القيل أن أحمد بن عبد الله، وخرج بقوله متصل، ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد، وإن قل كأنجحتك ابنتي فاستوصي بها خيرا. يعني حينما ذكر مسألة القبول ذكر المصنف وقبول متصل به، شرط بها إيجاب وقبول متصل به، متصل به. فإذا هذا لو لم يتصل القبول، لم يتصل بالإيجاب، فيبطل النكاح، وهذا الذي يبين. فخرج بقوله متصل، ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد، وإن قل كأنجحتك ابنتي فاستوصي بها، فاستوصي بها خيرا، هذا هو يعني كلمة أجنبية، استوصي بها خيرا. ولا يضر تخلل خطبة، فإذا هذا يضر، ثم ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج، يعني الولي يعني أوجب النكاح وقال، يعني هو بدأ بالبسم بالبسملة والحمد التي، ثم قال زوجتك بنتي فلانة، فإذا قبل أن يقول الزوج صيغة القبول يعني قبلت نكاحها، ماذا فعل؟ هو أيضا بسملة والحمد لله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، وهكذا ذكر هذه المقدمات، ثم بعد ذلك قال قبلت نكاحها، هذا لا يضر. وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف رحمهما الله، يعني هذه الخطبة ليست هل تسن أو ليست بسنة، فيه خلاف، بعض قال تسن وبعض قال لا تسن، على كل قول لا يبطل النكاح ولا يضر النكاح، لكن الإمام السبكي وابن ابن أبي الشريف كلاهما قال يضر هذه الخطبة خفيفة. فإذا ينبغي الاتصال الحقيقي، بالنسبة على عدم الضرر هناك يوجد اتصال، لكن هذا اتصال حكومي موجود. نعم. ثم ولا فقل قبلت نكاحها، هذا اعتبرنا لقوله ولا يضر تخلل خطبة، فإذا يكون معناه ولا يضر تخلل قول الولي. ماذا قال الولي بعد هذا؟ أولا قال أنجحتك ابنتي ولا، ثم قال قل قبلت، هكذا خطابا للزوج قال قل قبلت نكاحها، هل يضره؟ لا يضره، لأنه من مقتضى العقد، لأنه يعني هذا العلة يرجع إلى المسألتين، أولا ذكر مسألة تخلل خطبة خفيفة، ثم ذكر مسألة يعني تخلل بقوله قل قبلت، لأنه من مقتضى العقد، كلاهما من مقتضى العقد، لذلك
لا يضره. ثم فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت لآذنت في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت والعياذ بالله امتنع القبول. فإذا قبل القبول لو استقل شرط من شروط هذا النكاح فإذا لا يصح القبول، وهذا شرط من للقبول. كيف يكون اختلال شرط من شروط النكاح؟ مثاله هذا، لو أوجب يعني الولي أوجب النكاح ثم رجع عن إيجابه قبل القبول، أو رجعت لأذنت بإذنها قبل القبول، يعني امرأة سيب أذنت لوليها ثم بعد ذلك رجعت قبل القبول بعد الإيجاب، أو جنت المرأة أو ارتدت المرأة امتنع القبول، يعني لا يصح القبول، فلو أتى به لا يصح القبول. فلو قال الولي زوجتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها، ولم يقل على هذا الصداق صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارز. يعني كما سيأتي التصريح بالمهر في العقد سنة، فإذا هكذا صرح الولي بالمهر، لكن في القبول لم يذكر الزوج هذا المهر، لم يذكر هذا المهر ولا غيره. هناك شرط لكل عقد التوافق بين الإيجاب والقبول، هذا معلوم من الخارج، التوافق بين الإيجاب والقبول. فإذا لو ذكر هذا الزوج يعني المهر مبلغ المهر هو ذكر ولم يذكر الزوج، وعلى رأي بعض العلماء هذا النكاح ليس بسعي. لماذا؟ لم يكن هناك توافق بين الإيجاب والقبول، في الإيجاب ذكر المهر وفي القبول ليس ذكر المهر، فإذا ليس توافق. لكن هذا النكاح صحيح على الراجح، ومع ذلك كأن المهر لم يذكر، لم يذكر المهر في العقد، فالمهر هو مهر المثل، فإذا هنا يصح النكاح بمهر المثل كأن هذا لم يذكر. فلو قال الولي زوجتكها بمهر كذا فقال الزوج قبلت نكاحها، ولم يقل على هذا الصداق صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي رحمه الله. هذا البارزي هو القائل بعدم الصحة، لماذا؟ لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول. ثم لا يصح النكاح مع تعليق كذلك ولا توقيت، نعم هذا شرط آخر للصيغة، عدم التعليق كذلك شرط آخر، عدم التوقيت. لا يصح النكاح مع تعليق البيع بل أولى، لماذا؟ لاختصاصه بمزيد الاحتياط، كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق كالبيع. هذا قياس على البيع، يعني في البيع لا يصح التعليق، كذلك النكاح أيضا لا يصح التعليق. ثم بل أولى، النكاح أمر النكاح أولى بعدم الصحة بالتعليق، ببطلان النكاح بالتعليق به. لماذا؟ هذا مسائل النكاح فيه زيادة احتياط لاختصاصه بمزيد الاحتياط. لماذا هذه زيادة الاحتياط في عقد النكاح؟ النكاح يحل المنافع البضع بخلاف البيع، لأجل ذلك هذا ينبغي أن يحتاط فيه، لذلك فيه زيادة احتياط. ثم ما معنى قوله أولى؟ يعني لو ذكرنا في البيع بالصحة مع التعليق ف يعني يجوز لنا أن نقول يمكننا القول بعدم الصحة في النكاح بالتعليق، يعني كأن يقول الأب للآخر الولي، يعني الولي نائبه وكيله هكذا، قال القاضي قال للآخر إن كانت بنتي طلقت واعتدت يعني تم عدتها فقد زوجتك هكذا قال، فقبل من قبل الآخر قبل ثم بانا بعد ذلك بانا انقضى عدتها وأنها أذنت له فلا يصح نكاح ليس بصحيح. لماذا؟ لفساد الصيغة بالتعليق. ثم هناك يعني خفاء بالنسبة إلى قوله وأنها أذنت له ثم بان انقضاء عدتها، لمن بان؟ للأبي وللآخر جميعا، يعني انقضاء العدة ممكن أن لا يعلم، لكن هذا الإذن لمن؟ للولي، وكيف لا يعلم؟
ما هو نسيع. هناك ذكر علي شكرا من الاستثناء يعني عبد الحميد الشرواني وانها اذنت له عتهن لا ينقضي الى اخره وفيه من حيث المعنى خفاء. هنا ذكر الشرواني عتهن لا قولي ينقضى فيكون المعنى ثم بان انها اذنت له لكن فيه خفاء من حيث المعنى. نعم لو جعل حالا لظهرا هكذا ذكر الشرواني جعل حالا معناه وقد اذنت له يعني انها اذنت له هي جمله حاليه معناها وقد اذنت له هكذا لكن يظهر لي يعني ثم هذا بان بمعنى الظهور. اذا ممكن عند عقد النكاح كان الولي ناسيا للاذن ثم ذكر اذا ليس هناك خطا لا باس. نعم او هي اذنت اذنت لوكيل فاذا وكيلها جاءت اليه بعد عقد النكاح هذه المرأة قالت عدت الذين أذنت لرجل وقالت له قل لأبي أني أذنت له أن يزوجني لفلان لكن وهذا الوكيل بلغ إلى الولي وأخبره بإذنها بعد هذا العقد عقد النكاح بهذه الصيغة ثم وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وبزوجتك إن شئت قلبي إذ لا عليك في الحقيقة بعث بعضهم مسيحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتك هكذا فيه يعني تعليق موجود وقال إن كانت فلانة موليتي وكذلك صيغة أخرى فيها أيضا تعليق موجود ما هو زوجتك إن شئت هكذا علقه بمشيئته فيهما يصحان كالبيع يعني هنا نظيره يصح نفس هذا التعليق بالبيع كذلك هنا ايضا يصح اذا لا تعليق في الحقيقه نعم اذا لا تعليق في الحقيقه نعم فاذا هذا تعليق موجود ثم لماذا قال لا تعليق في الحقيقه وهذا يعني هذان الامران القولان حملهما ابن حجر رحمه الله على ما إذا علم أو ظن أنها موليته كذلك على ما إذا علم يعني في الثاني زوجتك إن شئت وهناك ذكر في الترفع يتعين حمله على ما إذا لم يرد التعليق يعني إن شئت لو أراد التعليق يعني هو يتردد هل هذا الرجل الزوج يقبله أو لا يقبله هو لا يعلم هكذا يشك ويتردد ثم لو ذكر هذا يكون على الحقيقة لا يصح يعني وهو يعلم أنه يريد ويشاء ومع ذلك ذكر هذا ظاهرا فقط لذلك قال إذ لا تعليق في الحقيقة بل في الظاهر فقط فإذا لا يجوز فإذا ينبغي هذا القول هذا البحث أن يقيد بهذين القيدين ثم ولا مع تأتيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة هي النكاح المتعتنا ولا يصح النكاح مع التأكيد للنكاح التأكيد يعني تعيين وقت بالنكاح بمدة هذا معلومة ومجهولة مدة معلومة مثالها شهر أو سنة أو يعني خمس سنوات فإذا هو يقول زوجتك بنتي فلانة لخمس سنوات هذا ليس صحيح أو مدة مجهولة ماذا يعني يذكره لمدة زوجتك بنتي فلانة لمدة أو لحين أو لزمن هكذا يذكر مدة مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعتي وهو المؤقت لماذا يفسد هذا التوقيت؟ التوقيت يفسد لصحة النهي عن نكاح المتعتي فإذا من هذا النهي كيف يستنبط هذا الحكم حكم بطلان النكاح بالتوقيت هذا الذي ذكر نكاح المتعتة هو النكاح المؤقت في نكاح المتعتة في تفسير نكاح المتعتة خلاف أي نكاح هو بعض ذكر هذا هو نكاح بالتوقيت وبعض ذكر أن نكاح المتعتة هو نكاح بدون ولي وشاهدين بل يعقد النكاح بينهما يعني بين المرأة والزوج هكذا فإذا المرأة
تنكح نفسها تزوج نفسها لرجل هو يقبل فقط، ليس معهما ولي ولا شاهد، هو مع ذلك هذا توقيت ليس بجائز. ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتك مدة حياتك أو حياتي. يعني هذا التوقيت ولو بألف سنة لا يصح النكاح، لماذا؟ هذه مدة معلومة. ما هو خصوصية ألف سنة؟ لا يعيش أحد عادة ألف سنة، هذا نادر جدا، هذا يعني أو محال عادة. نعم، ليس بمحال عقلا، بل هو كأنه محال عادة، ومع ذلك لا يصح النكاح. ثم وليس منه ما لو قال زوجتك مدة حياتك أو حياتها، لأنه مقتضى العقد. نعم، وهنا ذكر بعض العلماء هذا لا يصح، يعني وهنا خلاف بين المتأخرين. فإذا في فتح الجواد ابن حجر رحمه الله، كذلك شيخه زكريا الأنصاري رحمه الله في الأسنى قال بصحة النكاح بهذا الترتيب، لكن في التحفة وكذلك في المغني والنهاية ترجيح عدم الصحة، ترجيح عدم الصحة، يعني لو قال زوجتكها مدة حياتك أو زوجتكها حياتها مدة حياتها لا يصح، لماذا؟ نظرا إلى هذا التلقيت، لأنه مقتضى العقد. ثم قال بل يبقى أثره بعد الموت. فإذا وهذا من قال بعدم الصحة هو قال هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأن هذا ليس بمقتضى العقد، ليس بمقتضى النكاح، بل النكاح يبقى بعد الموت. أيضا لماذا؟ هناك الإرث بسبب المصاهرة، لماذا يثبت الإرث بسبب بقاء النكاح؟ وكذلك يجوز يعني غسل الميت، لماذا؟ لأجل بقاء النكاح. فإذا ومن منع صحة النكاح في هذه الصورة علل هكذا. فإذا المصنف هنا أشار بقوله بل يبقى أثره بعد الموت، بهذا القول أشار إلى رد هذا التعليل، يعني ينقضي النكاح بالموت ثم بعد النكاح يبقى أثره فقط، لا يبقى النكاح بل يبقى أثره فقط، لذلك هذا مقتضى العقد. فإذا لو قيد العقد بمقتضاه لا يبطل ولا يفسد، هذا هو القاعدة. ويلزمه بنكاح المتعة المهر، يعني لو هذا نكاح المتعة يعني المؤقت كان حلالا أولا ثم يعني نهي عنه، ثم يعني أولا كان في الخيبر، نعم كان، ثم بعده في فتح مكة، يعني كان مشروعا ثم نهي عنه هكذا مرتين، كان مشروعا ثم بعد فتح مكة صار منسوخا ممنوعا إلى الأبد. نعم، فإذا لو عقد أحد هذا النكاح يعني نكاحا مؤقتا أو نكاح متعة ثم وطئ هذه الزوجة، ماذا يجب عليه؟ هذا الذي يبين ويلزمه، يلزم الواطئ في نكاح المتعة المهر، يجب مهر المثل، وكذلك النسب. لو ولدت هذه المرأة في نكاح المتعة ينتسب الولد إلى الواطئ، يعني ليس هذا زنا محضا. والعدة يجب عليها العدة أيضا، كل هذه الأمور مهر نسب عدة، يعني هذا يعتبر من جملة نكاح الشبهة وطئ الشبهة، وهذه أمور واجبة في نكاح الشبهة كذلك هذا أيضا. نعم، وسقط الحد، يسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين، ممكن هذا نكاح مؤقت لو عقد بدون ولي وشاهدين لا يسقط الحد، بل يعني فإن عقد بينه وبين المرأة يعني بدون ولي وشاهدين، بل هذا امرأة زوجت نفسها لرجلين ليس معهما آخر، وجب الحد إن وطئ، وعيزه وجب الحد لم يسقط المهر ولا ما بعده، يعني هذا زنا خالص. أما مجرد توقيت مع عقد النكاح من الولي والشاهدين لا يعتبر هذا زنا حائل يعني محلا، بل هذا يعتبر من وطئ الشبهة، لذلك يجب مهر المثل يثبت نسب الولد يوجب العدة ويسقط الحد. فإذا لو كان هذا عقد بينه وبين المرأة معناه بدون ولي وشاهدين يجب الحد، وكذلك يجب المهر،
يجب الحد لا يجب مهر المثل ولا يسقط النسب ولا تجب العده عليها لانها تعتبر زانيه في هي زانيه في حكمها. ثم وينعقد النكاح بلا ذكر مهر بالعقد بل يسن ذكره فيه وكره اخلاؤه عنه كره اخلاؤه عقد النكاح نعم اما عنه عن ذكر المهر فاذا يسن ذكر المهر في صلب العقد لو لم يذكره يكره نعم لو زوج عمته بعبده لم يستحب لو زوج عمته بعبده لم يستحب نعم ثم